السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جولة في مرجان كيفما العادة. اليوم جاب الجديد تبارك الله مرجان، غير ما تنسونيش بالتعليق ديالكم إن شاء الله باش يوصلكم كل جديد. عندنا هاد الجبابن هادو اللي داير اليوم 7 دراهم، صراحة زوينين وبزاف، كاين فيهم هاد الشكل وكاين فيهم هاد الشكل آخر. كيفما شفتو معايا عندنا هاد الشكيل كذلك، هادو ندير ليهم حتى هما 7 دراهم، وهاد السامبل هادو ندير ليهم 6 دراهم. وعندنا هاد شوبينات كبار مع الزليفات ديالهم بالغليقات ديال الحريره، كيف ما تتعرفوا حنا دابا ان شاء الله مقبلين على شهر رمضان، نزينوا بهم المائده ديالنا، صراحه زوينين. كاين فيهم هذا الشكل هذا وفيهم هذا الشكل البلدي، كاين في المارو كاين في البلو مارين، كيف ما شفتوا معايا 3 جبابن في كل سوبيره. وكاين هاد الشكل هذا اللي داير 129 درهم بعد ما كان 219. وكاين هاد الزليفات هادو صغار، نقدر نحطو فيهم الزبدة العسل اي حاجة، داير لهم 11 درهم بعد ما كانوا 13 درهم. وعندنا 6 إطرو ديال الحليب سليم معقم، تا هو داير فيه تخفيض، بعد ما كان ب66.95 درهم رجع ب59.95 درهم. وعندنا باكية ديال لافاش كيري 64 قطعة ديال 63 درهم. وعندنا الزبدة تاهي داير فيها تخفيض 200 غرام ديال لي غراتوي. هاد الزبده ديال فاميليا ديال 24 درهم. وعندنا هذه ديال فيتال ديال 19 درهم. بالنسبه نوتيلا 600 غرام ديال 60 درهم بعد ما كانت ب 64.95 درهم، ناقصين فيها 4 دراهم. عندنا هاد باكية ديال تونيك ديال بيمو اللي فيها 20 حبة زائد 1 غراتوي ديال اللي كذلك 20 درهم. وكاين هاد بيمو هذا تا هو زوين الوليدات تعجبهم، ديال اليوم 22 درهم ديال ماروخة. وجابوا هاد لي كوفرلي هادو تا هما صراحه زوينين كيف ما شفتوا معايا، كاين بالمخدات ديالهم والكوفرلي وليزار في 3 د لي بياس، ندير اليوم 199 درهم يعني 4000 ريال بعد ما كانوا ب 4200، ناقصين فيهم 10 دراهم. كاين فيهم 3 الوان، كاين هاد اللون هذا وكاين هاد اللون هذا اللي داخل فيه المارو والبيج، قاعدين اليوم برومو 4000 ريال. وكاين هاد البلو مارين هذا مخطط، وعندنا هاد الغشيان ديال المخاد صراحة زوينين فيهم الألوان. دير اليوم 20 درهم. تتويب صراحة فيهم زوين. وعندنا صاني كروات 3 إطرو، كاين ديال السيترون وكاين ديال الخزامة،
وكاين ديال عود الند حتى هو زوين، جربته صراحه عجبني. ديال اليوم 27.95 درهم، وكاين هاد اتشي ديال ميو مع هاد ليكيد ديال غسل الاواني كيف ما شفتوا معايا، ديال اليوم 20.50 درهم، وكاين هاد اريال هذا 3.750 كيلو، زائد 3.750 كيلو، كل صاشية تتوزن 3.750 كيلو. كذلك ديري اليوم 174.95 درهم، وعندنا ليكيد سائل ديال الماكينة دين 2.500 غرام في كل واحد، ديري ليهم 159.90 درهم، بعد ما كانوا 172.90 درهم. وعندنا هذا ديال اللي تيخلي هذا البرودوي هذا اللي تيخلي الحويجات رطبين ديال الوليدات الصغار، ديال اليوم 32 درهم، بعد ما كان ب 37 درهم. كذلك هاد ليكيد ديال الماكينه ديال الصابون ديال الكف، كل بيدو تيهز لينا 3 إترو، يعني 6 إترو، ديري ليها 129 درهم، بعد ما كان 143 درهم. وعندنا 5 كيلو ديال تيد أريال، واحد دايرين فيه 1.400 كيلو، ديري ليهم 139 درهم، يعني المجموع 6 كيلو وشي حاجة. وبالنسبة للكسكسو ديال داليا 2 كيلو، ديري ليهم 19.95 درهم، بعد ما كانوا ب21 درهم. وعندنا هاد لي بات هادو كل وحدة تهز لينا 500 غرام، يعني كيلونس. ديري اليوم 18.95 درهم، 2 وحدة غاتوي. غادي نشوفو الدقيق، عندنا ديال داليا عطينا 3 كيلو غاتوي فابور، ديري اليوم 10 كيلو. وعندنا نور الدار كذلك 3 كيلو مجانا غاتوي، ديال ليه 44.95 درهم. وعندنا هذا كذلك ديال الإتقان، ديال ليه 2 كيلو غاتوي، ديال ليه 55.10 درهم. وعندنا هاد الكنز ديال الدقيق الكامل 5 كيلو، كيف ما شفتوا معايا الدقيق ديالو زوين ديال النخالة، ديال لي 44.95 درهم. وعندنا كذلك هاد النوعية ديال الكنز 3 كيلو غاتوي، عشرة كيلو، ديال ليها 43.95 درهم. وكاين هاد أمغاليتا عشرة كيلو تاهي دايره 44 درهم. وعندنا هاد الدقيق ديال إيطو ديال الحلويات ديال 57 درهم، 10 كيلو، الدقيق ديالو صافي زوين. غادي ندوزو نشوفو الزيت، كاين اوليور 5 كيلو
خمسة لتر عفوا دير 114، بعد ما كان 118، ودير جوج لترو دير 47 بعد ما كان 49، ودير ليسيور خمسة لترو دير ليه 118 بعد ما كان 122. كاين تخفيض صراحة في المواد الغذائية، زوروا مرجان إن شاء الله وعادي تعرفوا جميع المواد الغذائية اللي دايرين فيها تخفيض. كاين جوج إترو ديال الزيت كانت ب 47 درهم صبح، دابا كانت ب 49 ولات ب 47. وكاين هاد النوعية ديال الزيت اللي دايره 117 بعد ما كانت 120 كريستال. بالنسبة لجوج إترو ديال 47 بعد ما كانت ب 49، وأوليو ويلور كذلك دايره 129 درهم بعد ما كانت 130، ودير جوج إترو كذلك دايرين ليها 52 بعد ما كانت 54. تال هنا سال الفيديو ديالنا. بسلامة عليكم.